برحب بحضراتكم من جديد وناخد مع بعض الخبر الأول. الخبر بيقول استمراراً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان إنقاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز C-130 كاسة تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على مدار يومي الخامس والسادس من شهر أبريل الجاري لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل القطاع. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز C-130 وكاسة تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومي الخامس والسادس من شهر إبريل الجاري لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. الإحصائيات الأخيرة بتقول إن قصاد كل 10 ميجا زيادة في سرعة الإنترنت يقابلها 1% زيادة في الناتج القومي المحلي. عشان كده بقت سرعة الإنترنت وجودة البنية التحتية للاتصالات من أهم العوامل لجذب الاستثمارات لأي دولة. اللي حصل في مصر في سنين قليلة، قدرت مصر تتحرك من متوسط سرعة 5.3 ميجا بت في الثانية لسرعة 54.32 ميجا بت في الثانية الواحدة، وحصلت على جائزة أسرع إنترنت ثابت في إفريقيا لعام 2022. موقع مصر المتميز ساعد مصر إنها تكون مركز لمرور الكابلات البحرية الخاصة بنا للإنترنت، بيمر من خلالها 19 كابل بما يمثل 17% من جميع الكابلات البحرية حول العالم، وده خلى أكتر من 90% من حجم البيانات بين الشرق والغرب يمر من خلالها باستثمارات في مجال الكابلات الدولية $600 مليون. ومش بس كده، حفت الدولة شركات الاتصالات على تحسين مستوى الخدمات من خلال طرح ترددات جديدة لخدمات الجيل الرابع باستثمار وصل لـ$2 مليار، بالإضافة لتذليل العقبات التي تواجه الشركات في بناء الأبراج، ووصل عدد الأبراج اللي بنيناها كل سنة لـ2930 برج في 2022 بعد أن كان 1300 برج عام 2019. وجاري العمل على إطلاق خدمات الجيل الخامس، وكانت الدولة تثق دائماً إن الاستثمار في تأهيل العنصر البشري في مجال التكنولوجيا هو الجسر الوحيد للعبور بمستقبل مصر لبر الأمان، اللي خلى أعداد المتدربين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضعف من 2600 متدرب لـ250,000 متدرب، وضعف من وزنة التدريب في الوزارة 50 ضعف. وبنينا جامعة مصر المعلوماتية، أول جامعة في إفريقيا متخصصة في تكنولوجيا المعلومات،
غير 25 مركز تدريب وإبداع رقمي و12 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وتم عمل مبادرات مختلفة باستثمارات بلغت 1.2 مليار جنيه في العام الماضي، وده اللي أهل مصر إنها تجذب استثمارات أجنبية، وتم التوقيع مع 34 شركة عالمية، وبكده وصل عدد الشباب اللي بيصدروا الخدمات الرقمية من مصر ل 215,000 وبيصدروا بمبلغ 3.5 مليار دولار سنوياً. عدد المشروعات اللي تم تنفيذها في قطاع الاتصالات كبير جداً، والدولة المصرية كلفت المشروعات دي أكتر من 200 مليار جنيه. أنشأنا منصة مصر الرقمية، المنصة اللي شالت العناء عن المواطنين وسهلت أكتر من 170 خدمة في مختلف القطاعات. استفاد منها 7 مليون مصري من خلال 41 مليون و500 ألف معاملة، ده غير مكاتب البريد حيث تم تطوير ما كان 3750 مكتب. وعشان الدولة واثقة إن تطوير البنية التكنولوجية هو أحد أهم أسباب التنمية، ومع انطلاق المشروع القومي حياة كريمة، كان تأهيل القرى تكنولوجياً من أهم أولوياتها، ولذلك هيتم رفع البنية التحتية لخمسة مليون منزل، وتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 58 مليون مصري بالقرى. التطور التكنولوجي ساعد مصر إنها تتقدم في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022، وده اللي بيصدر من البنك الدولي اللي صنف مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة تصنيف A. كل دي كانت مؤشرات ومجهودات قامت بها الدولة المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، خلتها تقفز 46 مركز ما بين 2019 و2022 في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي اللي بيصدر عن البنك الدولي. التحول ده كان ليه تأثير على النمو السريع في القطاع، وصلت نسبته ل 16.7% في عام 2021-2022 مقارنة ب 10% في عام 2014، واستمر القطاع أعلى قطاعات الدولة نمواً، ورفع نسبة زيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من 3.2% ل 5% في عام 2023. وكان إيمان الدولة إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة أصبحت لا غنى عنها كبنية أساسية في بناء أي مدينة جديدة، أخذنا القرار وأصبح أي مدينة بتتبني جديدة لازم تكون مدينة ذكية ومن مدن الجيل الرابع، وده اللي خلى العاصمة الإدارية الجديدة وفيها مدينة المعرفة اللي هتضم كل أنشطة تكنولوجيا المعلومات تحصل على لقب العاصمة الرقمية الأولى من خلال تصنيف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في عام 2021. كمان التطور الكبير في قطاع الاتصالات وفر فرص عمل كتيرة جداً. خطوات الدولة المصرية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متسارعة جداً ومنفتحة بشكل كبير على المستقبل لخلق وطن قادر على النمو والتطوير.
برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقة الخبر اللي معانا دلوقتي هو خبر مبهج، واحنا بنحب النوع ده من الأخبار لأنه بيبقى بنتفائل بيه. التايمز الأمريكية الشهيرة اختارت منطقتي الجيزة وسقارة الأثريتين ضمن أفضل 50 وجهة سياحية، وعشان نعرف تفاصيل أكتر معانا دكتور محمود المحمدي أستاذ الإرشاد السياحي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ مارينا، وسعيد جدا بتواجدي مع حضرتك النهاردة. شكرا لحضرتك. في البداية دكتور عاوزين نسأل حضرتك إيه أهم اللي بيميز المناطق دي واللي بتنال أعجاب السائح الأجنبي، وبنلاقي كمان إن في إشادة بهذه المناطق بصفة دورية في الصحف العالمية. تعالوا نشوف حضرتك إن منطقة سقارة ومنطقة الجيزة أو أهرامات سقارة وآثار منطقة الجيزة، أهرامات الجيزة ومنطقة سقارة هما جزء من الجبانة النفسية التي هي كانت المقابر الخاصة بعاصمة منفلة أو العاصمة لمصر التي بناها الملك مينا عام 3200 قبل الميلاد، وأصبحت هذه المنطقة هي منطقة متميزة تحتوي على جميع المقابر الخاصة بالملوك الذين حكموا مصر من منطقة من هذه العاصمة الملفية على مدار 2000 عام. تعال نشوف حضرتك أول على منطقة سقارة اللي بتبعد 37 كيلو متر عن محافظة عن مدينة الجيزة. إيه اللي بيميز منطقة سقارة؟ بتميز أول حاجة منطقة سقارة هو أول بناء حجري تم بناؤه على هذا الكوكب، وهو هرم سقارة أو هرم الملك زوسر اللي بناه الملك أم حطب في عهد الملك زوسر في فترة الأسرة الثالثة. هذا الهرم المدرج الذي أول مرة يأخذ الشكل الهرم ويتم بناؤه من الأحجار والكتل الحجرية، وهذا اختلاف في الأبراج التي كانت تبعها المصريين القدماء قبل ذلك في بناء المقابر، مما جعله أول هرم فريد يتم بناؤه من الحجارة، وتم تغيير مفهوم العمارة بعد ذلك واتجاه إلى فلسفة الحفاظ على الجثمان وفلسفة استدامة المقبرة. تعال نشوف كمان موجود عندنا في شتى المجالات المختلفة اللي أظهرت لنا أن هذه المنطقة أن أجدادنا القدماء المصريين كانوا متقدمين في حاجات كتير جدا. أولها الديانة، بنلاقي عندنا هرم أوناس اللي موجود بيقدم لنا أول بصوص للأهرام اللي موجودة عندنا في العقيدة المصرية القديمة. بنلاقي عندنا أول مقبرة موجودة لسيدة عظيمة اسمها كيس الشت اللي هي كانت طبيبة مصر الأولى، أو كانت تسمى كده بالاسم بتاعها إيمري سنو اللي هي حضرتك وزيرة الأطباء أو وزيرة الصحة، هي أول طبيبة سيدة مصرية تحصل على هذا اللقب، بدل عندنا أن الطبيبات أن السيدات المصريات كانوا متفوقين في أيضا في العلم وحصلوا على هذا اللقب. بنيجي كمان لقى عندنا كمان مقبرة بتاع الوزير بتاع حطب في الأسرة السادسة، بنلاقي عندنا كمان موجود عندنا فيها سر صناعة الذهب، ايضا سر الزراعه، ايضا كمان عندنا مقبره موجوده لعنخ هذا الطبيب المتميز اللي بنلاقي عندنا بيظهر عندنا كيف كان المصريين يقومون باجراء العمليات الجراحيه، واول عمليه جراحيه قام بها المصريين وهي عمليه الختان مسجله على هذه المقبره، وبنلاقي عندنا مراحل ولاده السيده وايضا كيفيه عمل عمليات الولاده الطبيعيه في عند المصريين القدماء. بنيجي كمان بنلاقي عندنا ان هذه المنطقه وضحت لنا كيف كان القدماء المصريين لهم فلسفه معينه في حتى كمان دفن موتاهم. لما نيجي نشوف سر السرابيوم اللي هو اللي موجود لغايه دلوقتي احنا مش قادرين نشوف ان نعرف ازاي المصريين القدماء قدروا يبنوا هذا المبنى الغريب جدا اللي تحت الارض. صباح الخير يا زميلي. دكتور صباح الخير يا فندم، منورنا. يمكن يا دكتور لو قعدنا سردنا كل الأماكن اللي موجودة في سقارة أو في محافظة الجيزة أعتقد إحنا محتاجين شهر نتكلم عن هذه الأماكن، ولكن إزاي يا فندم أقدر أستغل هذا الخبر كنوع من أنواع الترويج؟ إزاي أقدر أستغل كل الأماكن دي أعرف، يعني إحنا كمصريين بصراحة مقصرين في هذا الشأن إن إحنا كمان ما بنعرفش كل المعلومات القوية والسرية اللي حضرتك قلتها، وفي نفس الوقت أنا حابب أن كل الناس تعرف إزاي أقدر أستغل هذا الخبر.
يمكن هو دور الإعلام المصري اللي حضراتكم بتعملوه تسليط الضوء على هذه الأماكن الأثرية ونشر الوعي الأثري والسياحي. أيضا كمان بنلاقي عندنا كمان إن المتحف المصري الكبير اللي موجود على قرب يعني من هذه المنطقة عمل ضجة كبيرة جدا في الوعي المصري وخلى كثير من الأنظار تتجه إلى هذه المناطق. أيضا الوعي العالمي وما تقوم به مصر من إقامة مشروعات لوجستية في توسيع الطرق الخاصة التي تؤدي إلى هذه المنطقة، أيضا تأهيل وتبطين قلعة المنصورية اللي كان لها منظرها بشع جدا بتقوم به الدولة المصرية، كل ده بيعمل على الجذب السياحي، بيعمل على أيضا ما تقوم به مصر من وجود خدمات لوجستية زي مثلا عندنا كمان وجود مطاعم، وجود حمامات، وجود مكاتب صرافة، كل ده بيضع هذه المنطقة على خريطة السياحة. يمكن احنا شفنا صورة قريبة جدا جدا للنجم محمد صلاح موجودة في المتحف المصري الكبير، بنلاقي ان الصورة دي لها دور كبير جدا في عملية نفت انظار العالم كله لهذه المنطقة اللي هي فعلا هي منطقة المغامرات، منطقة الإثارة، منطقة لها عبق كبير جدا من او نوع فريد من السياحة الثقافية وسياحة المغامرات اللي هذه المنطقة تتمتع به. بنلاقي فيها مجموعة مقابر بتقدم لنا اسرار كبيره جدا، كاننا بنحاكي فيلم المومياء، بنحاكي كاننا موجودين بنعيش معهم في هذه الفتره او الحقبه، بتخلي السائح عنده شغف وولع ان هو يزور هذه المنطقه للاستمتاع بما يشاهده بالمعلومات التي يتلقاها من هذه المنطقه. صحيح صحيح دكتور محمود، واحنا كمان بنبقى مبسوطين جدا واحنا بنتكلم عن الاثار والمناطق السياحيه اللي موجوده في بلدنا، وبنبقى فخورين جدا ان احنا ظاهرين امام العالم بهذا الشكل. دكتور محمود المحمدي أستاذ الإرشاد السياحي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. لسه مكملين مع حضراتكم فقرة الأخبار، نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معنا. We'll be right back.
برحب بحضراتكم من جديد، والخبر اللي بعده وعشاق الساحرة المستديرة. الخبر بيقول الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبيا التنزاني بهدفين نظيفان في المباراة التي جمعتهما في إياب دوري الثمانية لبطولة أفريقيا. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا الهاتف كابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي. صباح خير يا كابتن. صباح نور يا فندم، أهلا بحضرتك. منورنا وكل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب، وشاكرين جدا لذوق حضرتك. رب يخليك. كابتن لو اتكلمنا عن مباراة الأهلي وسيمبيا واللي خلصت 2-0 وشفنا سوليه جاب جون في الدقيقة 47 وشفنا بعد كده ضربة جزاء لكهربا في الدقيقة 90، تقييمك للمباراة؟ والله هي نتيجة منطقية جدا. صحيح. الأهلي وسيمبيا فرق بينهم خبرات كتير ونتائج وحاجات كتير قوي يعني، ويعني سيمبيا مجرد وصوله لدور الثمانية بيعتبر إنجاز بالنسبة له، والأهلي يعني تغلب في مباراة الذهاب تحديدا لكسبها 1-0 على ظروف صعبة جدا، منها انه كان عنده 9 لعيبة في منتخب مصر ولعبوا قبلها بثلاث ايام، منها اصابات بعض اللاعبين، يعني كل ده كان حاجة كويسة جيدة واكد فوزه في ماتش العودة، ويعني يعتبر كمجمل شيء جيد يعني. صحيح كابتن، صباح الخير. صباح نور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني كنت عايز اسال حضرتك ايه توقعات حضرتك للنادي الاهلي في الدوري الفتره اللي جايه، بحيث كمان ان الاهلي كسب حوالي 18 مباراه في افريقيا دون هزيمه. صحيح، هو الاهلي طبعا هيلعب في دوري الابطال الماتش القادم مع تي بي مازيمبي، ده بطل الكونغو الديمقراطيه، فريق معروف بالنسبه لنا طبعا، وامبارح الفريق ده كان بيلعب مع بيترو اتلتيكو الانجولي، ورغم ان مباراه الذهاب في لومباتشي والكونغو الديمقراطية كانت 0-0، يعني بيترو أتلتيكو كان يكفي الفوز في ملعبه 1-0 عشان يتأهل، لكن مازيمبي سجل هدفين وفاز 2-1، وبيترو أتلتيكو سجل هدف ورجع كده مازيمبي كسبان إلى الكونغو ورجع متأهل، فهو اللي هيلتقي مع النادي الأهلي. ومباراة الذهاب هتبقى يوم 19 أو يوم 20 اللي احنا فيه ده، هتكون في مدينة لومباتشي وفي الكونغو، وماتش العودة بعدها بأسبوع في القاهرة إن شاء الله، ده هيبقى في دور نصف النهائي. الأهلي برضه حظوظه جيدة، وماتش العودة في القاهرة، ويعني أتصور إن الأهلي الأقرب للتأهل للدور النهائي إن شاء الله. يعني نقدر نقول إن التوقعات مبشرة. يعني هو الاهلي وسان داونز في السور قوي، وان كنت كمان انا بقول انه الماتش الثاني اللي هو سان داونز والترجي قد يعني يحدث فيه، مش هقول مفاجاه، لكن هقول ان الترجي قد يفعلها يعني، ويفوز على سان داونز ويلعب مع الاهلي في النهائي. صحيح. يعني امبارح الترجي برضه عدى يعني مباراه صعبه جدا كانت مع اسك، وكانوا تعادلوا 0-0 في تونس، فهو تعادل في أبيدجان وكسب بركلات ترجيح، وكان أفضل الحقيقة في أوقات كتير من اللقاء يعني. فممكن نشوف الأهلي والترجي في النهائي. في 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 حاجة لغز كبير جدا في الماتشات الأفريقية، سان داونز دائما يبدأ بدايات قوية جدا في الأدوار الأولى ودوري المجموعات، ويعمل عروض ونتائج رائعة، أول ما يخش على الأدوار النهائية تراجع أداؤه، وهو بالمناسبة تأهل بالعافية يعني على حساب يانج أفريكانز اللي هو الفريق التنزاني يعني أو بطل تنزانيا، وتعادلوا في تنزانيا 0-0، ماتش العودة طلع 0-0 برضه، وفازوا بركلات ترجيح، وكان في كرة عليها جدل كمان لصالح الفريق يانج أفريكانز إن هي هدف، بس يعني الكرة تجاوزت خط المرمى بس ما اتحسبتش، فكان ممكن جدا يخرج. فدي دايما عادة سان داونز، بيبدأ بدايات قوية ويجي في الادوار النهائيه ويتراجع اداؤه. الجانب الاخر غريب جدا، بيترو اتلتيكو الانجولي برضه دائما هو يعني في ملعبه، ودي عاده كل الفرق الانجوليه، بيحاول نتائج سلبيه رغم المفروض العكس، يعني هو بره ملعبه بيتالق يكسب يتعادل، ويجي في ملعبه يتغلب يتعادل. دي يعني حاجه انا مش لاقي لها تفسير الحقيقه على مدار سنوات بعيده يعني. صحيح. كابتن عندنا النهارده مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الربع النهائي لمسابقة الكاس، وعايزين نعرف توقعاتك للمباراة. المباراة طبعا في كاس الكونفدرالية مباراة صعبة جدا على الفريقين، رغم ان الزمالك كسبان 2-1 في ماتش الذهاب،
لكن 2-1 مش بعيد، خاصة انه فيوتشر في الذهاب قبل هدف الزمالك الثاني يعني، وهم 1-1 في كرة جات له في القايم، فكان ممكن هو اللي يكسب 2-1 يعني. المهم ان الزمالك بعد ما الكرة دي جات في القايم اتحسبت ضربة جزاء ليه وفاز 2-1. فاذا 2-1 نتيجة مش بعيدة، خاصة ماتشين في مصر وفيوتشر فريق قوي برضه، لكن الزمالك المفروض حظوظه اكبر لانه عمل نتيجه جيده في الذهاب. لكن زي ما بقول لما يكون فرقتين في مصر، الذهاب والعوده في القاهره مش هيفرقوا، مفيش بقى سفر ولا في ظروف غريبه ولا يعني. فيوتشر بيلعب في استاد القاهره صح، بقى امام 30,000 متفرج زملكاوي اللي هي العدد التذاكر اللي سمحوا بيه، لكن في النهايه برضه يعني حقول ان الفرص متقاربة جدا مش بعيدة ولا حاجة يعني، حقول 55% للزمالك و 45% للفيوتشر للتأهل الدور التالي في كأس الكونفدرالية. طب يا كابتن، مين هم اللاعبين اللي هيكون ليهم التأثير الأكبر في أحداث المباراة؟ والله في الزمالك زيزو طبعا لعيب مميز جدا ولعيب يعني أكثر من رائع، في فتوح، وفي ابتدى لعيبه جديده الزمالك يعني تعاقد معاها مؤخرا ابتدت تخش في المود يعني، منهم لاعب اسمه محمد شحاته بتاع المنتخب الاولمبي، ده لاعب كويس جدا في خط الوسط، في حمزه المسلوسي، في الجانب الاخر بقى فرود رائع جدا ولاعيب خطير جدا احمد عاطف لاعب فيوتشر، ده تحركاته خطيره جدا وبتشكل خطوره، ويعني بيلعب في المنتخب كمان برضو، ده لاعب مميز جدا، بالاضافه ان فيوتشر كمان عنده مدرب ذكي جدا ومدرب واعد يعني تامر مصطفى. وتامر مصطفى عمل مباراه كويسه جدا الماتش الاول امام الزمالك، وزي ما قلت كان ممكن النتيجه تتغير. صحيح، نتمنى طبعا تكون يعني مباراه ممتعه وشيقه النهارده. بشكرك جدا كابتن طارق رضوان الاعلامي والمحلل الرياضي. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم اخبارنا، لكن اسمحوا لنا نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، خليكم معانا.
برحب بحضراتكم مرة تانية، والخبر اللي معانا دلوقتي ان العالم كله بينتظر ظاهرة فلكية، انه غدا الاثنين بينتظر عالم الكسوف الكلي للشمس وسط اهتمام كبير بسبب ندرة الحدث الذي لا يتكرر كثيرا. وعشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على الهاتف دكتور ياسر عبد الفتاح، استاذ ورئيس معمل ابحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه كنت عايزه اسال حضرتك ايه هو الخسوف والكسوف، لان في اختلاط ما بين المصطلحين. ممتاز جدا، كويس البدايه دهيت. وفعلا في اختلاط ما بين المصطلحين، ناس كتير جدا بتخلط ما بينهم. هو دايما احنا بنقول الكسوف بيتقل للشمس، لكن الخسوف بيتقل للقمر. القمر هو لما يتخسف هو يبقى اسمه خسوف، والشمس لما تتكسف هي يعني مسائل لغويه اكتر منها من اي حاجه كده. فهو الشمس هو اللي بيبقى عليها كسوف، والقمر هو اللي بيبقى عليه خسوف. طب عايزين نبسط الموضوع اكتر يا دكتور. في البدايه يعني برحب بحضرتك، ويعني ايه المسميات دي؟ المسميات، هو طبعا بحكم وجود الاجسام الفلكيه اللي احنا طبعا سواء كانت الشمس والقمر والارض، بحكم انها طبعا بتدور حوالين نفسها او حوالين بعضها البعض، بيحصل انها يعني بتستتر حوالين بعضها، او في جسم منها بيحجب الجسم الثاني عن الجسم الثاني. فبالنسبه للشمس اللي بيحصل بالظبط ان القمر هو اللي بيجي طبعا انا بتكلم عن الكسوف الشمسي، اللي بيجي القمر ما بين الارض وما بين الشمس، فبيحجب قرص الشمس او جزء منه لفتره معينه من الزمن. هي دي اللي بيبان عليها او بتسمى هي كسوف شمسي. في الحاله دي بيبان قرص الشمس اسود تماما او جزء منه، لو كان كسوف جزئي طبعا هو لو كلي هيعطي قرص الشمس كاملا، ولو جزئي هيبقى جزء منه. لكن المره دي الحاجه ده بالنسبه للكسوف. بالنسبة لخسوف القمر اللي بيحصل ان الارض تيجي ما بين الشمس والقمر، لان طبعا احنا عارفين القمر جسم معتم بيستمد ضوءه اللي احنا شايفينه دهوت الجميل دهوت من اشعة الشمس بتنعكس عليه، هو مجرد مراية بس بيعكس ضوء الشمس. لما بتيجي الارض تحجب ضوء الشمس عنه فبيوصلوش اي ضوء من الشمس، فبالتالي ما بنحسش بيه وبيحصل حالة الخسوف القمري. طب يا دكتور، يعني ممكن نقول ان الظاهرة دي بتتكرر كل قد ايه؟ هو الحقيقه انا ملاحظ حكايه ان العالم بيشهد وظاهره نادره، لا احنا على فكره على موعد مع خسوفات وكسوفات، سواء كان كسوفات شمسيه او خسوفات قمريه كل سنه بتحصل يعني. بس هو الفكره ان احنا ما بنشوفهاش في مصر، يعني احنا لسه من اسبوعين يعني تحديدا يوم 25 مارس كان في حصل خسوف شبه ظلي للقمر، بس هو طبعا علشان ما تشافش في مصر. هو اصلا كمان حتى الخسوف الشبه ظلي اصلا العين المجرده ما بتحسوش، فعشان كده ما كانش فيه تسليط اعلامي. طب نقدر نقول يا دكتور ان احنا هنشوف ده بكره او هذه الظاهره بكره في مصر؟ لا يا فندم، هو الظاهره ديت مش هتحصل في مصر، لان هي هتتشاف بس في كندا وامريكا والمكسيك كسوف كلي، وهتتشاف ككسوف جزئي في القاره القطبيه الشماليه وغرب اوروبا وشمال امريكا الجنوبيه وبعض اجزاء من امريكا. صحيح. المده تبقى تقريبا قد ايه يا دكتور؟ المده ككسوف كلي كامل 4 دقائق و28 ثانيه، لكن الظاهره هتبتدي من هتقعد حوالي 5 ساعات و10 دقائق من بدايه اللي هو التلامس الاول ما بين، طبعا التلامس ظاهري يعني مش الحقيقي، ما بين القرصين، قرص القمر وقرص الشمس. يعني هتبتدي بتوقيت القاهره كده الساعه 5:42 مساء، وهتنتهي تماما اللي هو الانفتاح الكامل ده الساعه 10:52 مساء. صحيح. وطبعا ما فيش ولا مرحله من مراحل هذا الكسوف هتتشاف في مصر. صحيح. دكتور ياسر عبد الفتاح، استاذ ورئيس معمل ابحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، دلوقتي نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا. مفيش اقتصاد في أي دولة يقدر يقوم من غير مصادر للطاقة.
فاكر معايا في 2011 و2013 كان حال البلد صعب، تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، ده غير العمليات الإرهابية والتخريبية لمحطات الكهرباء اللي كلفت أكتر من 650 مليون دولار، ووصل عجز إنتاج الكهرباء ل 6000 ميجا وات يومياً. الدولة نفذت استراتيجية متكاملة عشان نقضي على أزمة الطاقة من جذورها بتكلفة 1.8 تريليون جنيه. كان أهم أركانها تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وترشيد الطاقة وتحسين كفائتها وتقليل الهدر، وبلغ إجمالي الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 585 مليار جنيه. وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل وتوزيع الكهرباء من عام 2014 وحتى عام 2022 ما يقرب من 165 مليار جنيه عن طريق إقامة أكثر من 600 مشروع. ليصبح عندنا قدرات مركبة قادرة على إنتاج 210 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء، وده في سنة 2022 من 105 مليار كيلو وات في الساعة سنة 2014، وده معناه إننا في 9 سنين بس قدرنا نزود إنتاجنا بأكتر من 100% من إنتاج مصر في تاريخها. نفذت الدولة العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، خلت مصر تاني أكبر دولة في المجال ده في إفريقيا، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 3 مليار دولار بنهاية عام 2021، فكانت النتيجة مجموعة من المشاريع العملاقة منها محطة بنبان للطاقة الشمسية بيتم إنتاج حالياً 1465 ميجا وات، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات. اتنفذ المشروع على أرض أسوان بأيدي مصرية خالصة ووفر أكتر من 20,000 فرصة عمل. إنشاء محطات خلايا فوتوفولتية في كومومبو والزعفرانة بقدرة إجمالية 76 ميجا وات، وكذلك محطات رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات، بالإضافة إلى محطتي رياح قطاع خاص رأس غارب وغرب بكر بقدرة إجمالية 500 ميجا وات. وكانت النتيجة تحقيق مصر زيادة بمقدار 480% عام 2021 في قدرات الطاقة المتجددة غير المائية مقارنة ب 2014، كما أن هناك عدد 7 مشروعات تحت الإنشاء رياح وشمس بإجمالي قدرات 3500 ميجا وات، وسيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2025، وده من خلال القطاع الخاص باستثمارات أجنبية مباشرة تصل ل 4.5 مليار دولار. جاءت مصر في المركز الـ 32 بين الـ 141 دولة عام 2019 في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وتالت أكبر دولة في توليد طاقة الرياح في إفريقيا في 2020. عشان توصل نسبة الزيادة في الناتج المحلي لقطاع الكهرباء عام 2022 ل 304% مقارنة بعام 2014. واستكمالاً لإيمان الدولة بأهمية الحد من الانبعاثات الكربونية، بتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 144 مليار دولار بحلول عام 2035. وبالفعل تمكنت مصر من تصدير الطاقة الكهربائية بكمية بلغت 790 مليون كيلو وات في الساعة عام 2022 بزيادة 75% مقارنة بعام 2014. وفي خلال 9 سنين تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ووقعت عدد من الاتفاقيات لإطلاق عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع قارات العالم الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا. يوم عن يوم إنجازاتنا في الطاقة بتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية اللي بنسعى لها لأجل خيرها يعم على كل أهالينا، وهي دي حكايتنا، حكاية وطن.
كل حاجة ممكن تتدبر إلا أن الصحة ما تتدبرش. هو الإنسان المريض مش بيتألم وبيتعذب؟ وإحنا كدولة دورنا أن إحنا نخفف عنه ما أمكن. هنعمل مسح نشوف كل المصريين. مفيش بلد تقدر تقوم وتصنع وتحمي أرضها من غير شعب قادر بصحة عالية على مواجهة أي تحدي. في خلال التسع سنين اللي فاتوا وفرنا خدمة صحية متكاملة لأهالينا وأولادنا، وكان أول تحدياتنا هو فيروس سي، ومصر كانت صاحبة أعلى معدل إصابة به في العالم. ومش بس فيروس سي، ده عشرات الأمراض المزمنة زي السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، واللي كان بيسعى للعلاج ده كان بيواجه قوائم انتظار ممكن توصل لسنين. وكل ده بيحصل في ظل ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة اللي كان يساوي 37.2 مليار جنيه فقط. لكن كل ده اتغير. في 2014 طورنا برنامج القضاء على فيروس سي، وبعد نجاحنا اتشجعنا لتكرار التجربة لنزع عشرات الأمراض اللي بتستوطن وطننا من جذورها. في 2018 كانت اللحظة اللي مصر رفضت فيها الاستسلام للواقع وقررت إنها تكون مثل أعلى في حماية شعبها، وأطلقت المبادرة اللي غيرت من حياة ملايين المصريين، مبادرة 100 مليون صحة، اللي قدرت في أقل من 5 سنين إنها تكشف على 92 مليون مصري وتشخص وتعالج ملايين المرضى وبالمجان. Last year I had the honor of visiting Egypt where I met His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi who has demonstrated extraordinary leadership in the fight against hepatitis C. The campaign of his presidency called Meet Million صحة. باعتراف منظمة الصحة العالمية عرفنا أن الحلول لازم تكون مبتكرة، وفهمنا أن الحل في أننا نبتدي. أطلقنا 14 مبادرة وبرنامج صحي وصلت تكلفتهم لأكثر من 30 مليار جنيه. تم وجري تنفيذ 1135 مشروع لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف بتكلفة حوالي 100 مليار جنيه. على الناحية الثانية زادت الاستثمارات العامة في قطاع الخدمات الصحية من 3.7 مليار جنيه في 2014 إلى 26.5 مليار جنيه في 2023، يعني تقريباً بزيادة 7 أضعاف. وانعكس ده على زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية لحوالي 5426 وحدة ومركز، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركز بنسبة زيادة 120.2% عن 2014، ووصل فاتورة الغسيل الكلوي في آخر سنة فقط أكثر من 5.5 مليار جنيه. وكمان قامت الدولة بزيادة مخصصات الأدوية في موازنة 2022 لحد ما وصلت ل 14.6 مليار جنيه. وبالتوازي اهتمت الدولة بتوطين صناعة الأدوية في مصر، وقامت بإنشاء مدينة الدواء بالخنكة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، واللي قدرت مصر تحققه بنسبة 93% لحد دلوقتي. بالتوازي خصصنا جزء كبير من جهودنا لتطوير الكوادر البشرية من أطباء لممرضين، واشتغلنا خلال 9 سنين على توفير كل السبل لمساعدتهم. وكذلك تم زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن المخاطر الطبية. في نفس الوقت مصر أطلقت مشروع التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، وخصصت له 120 مليار جنيه علشان يشيل من على ملايين الأسر هم العلاج والخدمات الطبية. وقدرنا نقدم أكتر من 28 مليون خدمة طبية في 6 محافظات. وما نسيناش أهالينا الأكثر احتياجاً، عشان القوافل الطبية على مدار السنة بتلف مصر كلها. ووسعنا برامج العلاج على نفقة الدولة، واللي قدرت في 2022 تعالج أكتر من 2 مليون مواطن بتكلفة وصلت ل 16.9 مليار جنيه. وكمان أطلقنا مبادرة قوائم الانتظار 2018، وبدأت بتكلفة 5.1 مليار جنيه لحد ما وصلت 4.5 مليار جنيه في 2022. وقدرنا في 9 سنين نوفر لأهالينا أكتر من 1.7 مليون عملية بتكلفة تزيد عن 15.8 مليار جنيه. ولما جه الاختبار الحقيقي في 2020 وانتشر وباء كورونا والعالم شبه توقف، الدولة المصرية كانت مستعدة بفضل خطة تطوير القطاع الصحي تتخطاه بتكلفة وصلت 30 مليار جنيه. وقدرنا كمان نوطن صناعة اللقاح في وقت قياسي من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا. ومصر أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط توصل للقاح لفيروس كورونا بأيادي مصرية 100%.
وفي يونيو 2023 أطلقنا مبادرة 100 يوم صحة في كل محافظات مصر، اللي قدمت بالمجان لحد النهاردة أكثر من 35 مليون خدمة صحية لأهالينا في كل أنحاء مصر، من تطعيمات لكشف وعلاج وعمليات جراحية وخدمات صحة إنجابية، ولسه مكملين. هنا الخدمة كويسة وما خدتش وقت على خد الفن وجراء بتاعتهم سليمة في أي وقت نيجي لها دكاترة، دلوقتي كل حالة لها دكتورة والعلاج موجود على طول في الصيدلية. كل ده حصل نتيجة شغل وتطوير على مدار 9 سنين، ومن إنجازاتنا اتكتبت حكاية وطن. برحب بحضراتكم من جديد، ومعنا خبر مهم جدا في ظل التحول الرقمي اللي مصر كلها بتتغير دلوقتي، وبقى في تحديث للتكنولوجيا. عندنا خبر بيقول أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديم ما يقرب من 170 خدمة حكومية لأكثر من 7,500,000 مشترك على منصة مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب. طبعا أيقونة كبيرة جدا موجودة، وهي منصة مصر الرقمية اللي بتقدم خدمات للمواطنين. الموضوع بمنتهى البساطة ان ده ابليكيشن موجود او منصة موجودة على الانترنت، بيقدر الواحد يخش يقدر يسجل برقم التليفون في بعض الخطوات، ويكون في باسورد، وبعدين جميع المعلومات بتبقى محمية ويعني وما فيهاش اي مشكلة. ايه الخدمات اللي بتقدمها؟ كتير جدا بقى، المرور، ازاي حد يقدر يعمل مخالفات، اصدار رخصة، يخلص اي اجراءات بسرعة جدا، وزارة العدل طبعا، الوثائق، شهادة ميلاد، وفاة، طلاق، اصدار بطاقة، حاجات كتيرة جدا. وكمان في خدمة كمان الحاجة ممكن توصل لحد البيت، والتأمينات والكثير والكثير من الخدمات. شايفة المنصة دي ازاي يا مارين؟ احنا في ظل التحول فعلا الرقمي زي ما قلت يا مايكل، يعني تحول رقمي كبير جدا بقينا فيه، لدرجة ان يعني الحاجات اللي كنا بننزل فيها مجهود علشان ننزل المصالح الحكومية ونخلص ورق ونقف طوابير علشان نخلص ورق مهم، دلوقتي تقدر تخلصه في 5 دقايق. فانا شايفة ان ده تطور كبير جدا في التكنولوجيا، ومصر لسه بتحاول، ومع رؤية 2030 مصر بتحاول انها تطور اكتر في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. صح، احنا شايفين طبعا المنصه دي منصه كبيره جدا، وشفنا حجم الخدمات اللي قدمتها تقريبا 170 خدمه. طبعا في خدمات كتيره جدا يمكن احنا ما بنستخدمهاش او بنسمعش عنها، ولكن اي حد يقدر يخش يشوف الخدمات اللي بتقدمها هذه المنصه، واللي قدرت تخدم في الفتره اللي فاتت 7,500,000 مشترك. مشاهدينا، بكده تكون خلصت فقرتنا الاخباريه. دلوقتي هنروح لفقرتنا الصحفيه اللي بنتناول وبنحلل فيها اهم المانشيتات اللي تصدرت في الصحف المصريه. الفقره دي هتكون مع زميلي مايكل، وهيكون ضيفه في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ صبر الجندي. كل ده قبل كل ده، اسمحوا لنا نطلع الفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. خليكم معانا.